وفي محافظة صعدة أيضا يواصل العدوان السعودي الأمريكي شن غاراته الهستيرية على عدد من المناطق. يستمر العدوان السعودي الأمريكي في همجيته وغطرسته في قصف الأهداف المدنية وشن غارة جوية الساعة الثانية بعد منتصف الليل على مجمع صالح عقاب التمويني ومركز إعداد صادرات الرمان ومحطة الوقود بمدخل مدينة صعدة، الشارع العام، طريق صنعاء، صعدة، دون أن تحدث خسائرا في الأرواح. العدوان الأمريكي بعد منتصف الليل الساعة 8، الساعة 2 بعد منتصف الليل، واعتدى على المحطة، والحمد لله ما جاوا بحمال، ولكن جاوا معنا بضائع حق الرمان، كراتين حق الصادرات ومواد غذائية في البقالة، والحمد لله عميل أمريكا وإسرائيل ما هو ناجح وهو فاشل في حربه، لو هو كفو قال يلاقينا في الحدود في الجبهات. وبلغوا سلمان الكلب وأقول له المحطة كانت أبو مسدس، وإن شاء الله سندخل أبها ونعيدها أبو مسدسين. يتوهم العدوان السعودي الأمريكي وظنا منهم أن محطات الوقود التي تحتوي على بضعة براميل هي سبب في انتصار اليمنيين، ويغفل أن الرجال هم من يصنع النصر، وإن 12 مليون برميل ينتجها يوميا لم تحقق شيء على مدى أكثر من 500 يوم سوى مكاسب شخصية ينتفع منها المرتزقة المنافقون. كعادته يعمد العدوان السعودي الأمريكي في أواخر الليل كما يفعل اللصوص لاستهداف الأبرياء الآمنين. هذه محطة عقاب، إحدى الأهداف المدنية التي استهدفها العدوان. لقناة اليمن من اليمن، عيسى عاطف، محافظة صعدة.